عسلامة. عسلامة. لباس؟ الحمد لله. قدمنا روحك؟ أنا حسين بن صالح. من تونس. وماذا بيا نحكي على الخبز. احنا اليوم باش نحكيو على النقص في التزويد بمادة الفرينة اللي عمل أزمة في توفير مادة في الخبز. ولكن هما كنترية برشا فهمتني في تونس ويحبوا معناها يواصلوا المجموعة الخبز هو نقص برشا في الأكواش، لكن نجموا في الأكواش هذية فهمني اكترى فيها العبيد معبية والعبيد معناها في الكوشة تبدأ ياسر الاكتظاظ. وليش وهذا كل معناها خطر من الخبز من الكناترية، نجموا كي نحيوا الكناترية ذوما فهمني كل شيء طيب يوصل لنا الخبز ويوصل لنا الزيت ويوصل لنا كل شيء. وعلى الفارينة أكثر حاجة هو بشي تاجر بنعمة ربي فهمني حرام عليه قبل هذا كل، وبشي جوع مواطنين تاع التوانسة ما عندوش حق راه باش يعمل الشيء هذا فهمني. لكن فما التصدي للإرهابيين هذوما اللي قاعدين يعملوا في على الأكواش وفهمني كل شيء، لكن فما حاجة برك يسمها توصل. نقول لك فما التونسي راه ما ينجمش يجوع، التونسي ما ينجمش يجوع خاطر هذه حالة الاجتماعية تنجم تكون معناها جاية من المعامل من برشا حاجات، ثم نقص في الخدامة، ثم نقص في برشا حاجات، لكن نرى التونسي راه ما يجوعش فهمني. وأكيد راه نجي النهار باش تبدل الأحوال. أزمة الخبز هذه الأيام هذه تنبأ برفع الدعم عن الخبز وبالتالي نجم نشوفه زيادة في سعر الخبز. هي نقص كبير هو الأيامات هذية والمواطن ما لقاش كيفاش باش يشري الخبز. في ماضي السبعة كانت العباد ديما تشري الخبز فهمني، توا لحد الآن تمشي السبعة في بتاع الليل ما تلقاش الخبز. علاش النقص هذا فهمني؟ لكن من العباد اللي ما قادش تشري باش تجوع يا اخي ما تنجمش. تونس راهي تونس كبيره برشا والاكواش معناها في برشا حاجات. شوف تمشي كنا قبل نمشيو ماضي ساعه نلقاو الخبز، ما ساعتين نلقاو الخبز، تو ماضي ثلاثه تلقى الخبز، تو تمشي تو بعد ماضي ساعتين والسبعه ما تلقاش الخبز. علاش؟ خاطر هذا كله من الضرب تاع الكناتري قاعدين يعملوا في الشيء هذا. هل فما بعض الولايات الخبز يكون متوفر كان في الصباح العشيه ما فماش؟ على خاطر نقص من الخدامه، نقص من الفارينه، نقص من برشا حاجات. لكن فما حاجه يلزمها توصل. تونس كبيره برشا ورحمتها واسعه راهو كيما يقولوا فيها، باش يتاجر كان بالخبز يمشي يشوف حاجه اخرى خير. وزيره التجاره في الموضوع هذا تقول انه تونس ليست في مجاعة. لا فما مجاعة، فما في تونس اكثر حاجة هي القليل ما عندوش فهمني. احنا رانا خيبنا ياسر في بعضنا فهمني، وخيبنا في حتى في قلوبنا معناها ديجا معناها فما حاجات معناها خايبين نحنا في بعضنا. نحنا كنا باش نصفيو القلوب على بعضنا فهمني، كتونس صالي بخير فهمني، اما نحنا خايبين راه في بعضنا. نحن ما نجموش نعيشوا الجار يعطي جار وكان قبل معناها الظروف، اما ولينا ياسر نعملوا في الخيابه لبعضنا فهمني. ماذا بينا هذاك اللي عايش بشهريته ولا عايش بحد شيء فهمني يعيش تحت الذل. علاش؟ نجموا نوصلوا للمجاعه؟ لا ما نجموش نوصلوا للمجاعه، نجموش. تونس هذه بقدره ربي حيه كبيره فهمني، وبقدره ربي فما شكون قاعد يمشي يوصلها فهمني، يوصل معناها الامانتها عند ربي وكاهو. ان شاء الله تونس بخير، واحنا رانا نحبوا تونس هذه تولي اعز دوله خير من المغرب وخير من الجزائر وخير من فرنسا وخير من. علاش ولادنا الهجره والاقتصاد طايح وتشوف فيها ما كانتش هكا. كان قبل كنت عاد من هنا ريحه الفرنسيس وريحه الالماني كنت عاد نحشم على روحي يعني. علاش؟ على خاطر فما نقص كبير من التوريست، ونقص من الدعم، ونقص من التصرف من السياحه من كل شيء فهمني. ما فماش هذايا نهار ما تلقاش
كنت حاجة أخرى تونس، تو تتغير تخرج التسعة تبدأ مرعوب، معناها مكش في أمان أنت. نرجعوا نحكيوا على الخبز اللي هو توا معناها مش موجود، يعني قبل كنا نشوفوا الخبز معناها يطيش. في الفعل هو يطيش حتى في البوبالة، في معناها ونقص في يجي تلقى حتى حاجة نعمة تربي تلقاها تحت الحيط. فهمني قبل هذا حتى في رمضان شفنا في سيدنا رمضان معناها شوف كيفاش الخبز يبداو في تحت الجدار ولا تحت معناها تلقى برشا حاجات معناها ماهوش هذا معناها موضوعنا يلزمنا نكونوا معناها مقتنعين في كروشنا وفي قلوبنا زاد فهمني يلزمنا نكونوا احلى احنا نكونوا لهنا معناها اعز لازمنا نعرفوا برشا حاجات على حكايه الخبز هذي. ما فماش قناعه معنا؟ ما فماش قناعه لحد الان ما فماش. فما قاعدين ناكلوا في بعضنا نحن لهنا. قاعدين نشوفوا في حاجه معناها مش باين في بعضنا نحن. علاش الخبز نقصها؟ بصراحه نحكيو معناها كتلقائيا وحاجات معناها نحسوا في روحنا معناها مش باهيين في بعضنا. علاش تونس ماناش باهيين في بعضنا؟ خلى الخبز ينقص؟ ينقص بالطبيعه. قلوبنا خايبين. قلوبنا في بعضنا كان جينا اعز احنا نعطيو لبعضنا وذاك الجار يعطي الجار فهمني رانا اعز دوله في تونس. اما نحن رانا خايبين في بعضنا ياسر. ولحد الان يلزمنا نصفيه قلوبنا باش النعمه تنزل ولا حاجات معناها تكون باش تدور الامور هكايا ما تدورش راه هكايا نقعدوا ناكلوا في بعضنا. شنو تنصح التوانسه؟ ننصح التوانسه اللي هم يكونوا اوفياء لبعضهم قبل ما يكونوا اشراء. بالنسبه للازمه نتاع الخبز؟ الازمه الخبز قلت لك كناتريه هذيا. هذه فاصل هذوما الكناترية قاعدين يعملوا في الاقتصاد على يعملوا له في عصاف العجلة فهمني على مستوى السياسي على مستوى كل شيء. خلي لك كلمة الختام. خلي لك كلمة الختام يلزمنا نوليو أوفياء لبعضنا وإن شاء الله نكونوا حظر المسؤولية نقدوها الناس كل. شكراً.